دبل مثلا. ايه دبل؟ دبل مش هجيب لها دبله هشبكها بايه؟ بطوق اجيب لها طوق امشي بيها كده؟ انا محتاره قوي يا ماما، مش عارفه اخد دي ولا اخد دي. الاثنين دول يا حبيبتي هيبقوا تقال قوي على صباعك، هيكسروا. وانت رقيقه قوي. ميرسي قوي يا طنط، انا باخد راي مامتي. ماما انا حاسه ان دي هتبقى ارق. وريني كده. فعلا ارق. هو انتوا بتعملوا ايه؟ ما احنا شايفينكم، احنا انتوا بتعملوا ايه؟ ميرسي قوي يا طنط، تعيشوا وتجيبوا. هناخد دي ولا اختار واحده تانية؟ هتجيبي واحده تانية ليه حضرتك؟ ما هو هي الايد دي بيبقى فيها زفته دبله واحده، هتجيبي دبلتين؟ عشان مش بحبك مره واحده، انا بحبك مرتين. امال لما تخلف هتجيب ايه؟ هتجيب دبله ثالثه. ممكن المحابس لو سمحت؟ تحت امرك يا فندم. محابس ايه يما؟ محابس ايه؟ احنا مش متفقين على هجيب محبس انا؟ عشان تمسك الدبله وما تقعش. انا همشي جنبك كده ماسك صباعك كده عشان الدبله ما تقع، همسكها كده انا. لا ايدي هتوجعني. ما احسن ما اجيبي يوجعني. بصي يا ماما ده سيمبل خالص. شكرا. بصي ايه رايك في ده؟ رايي ايه؟ ايديكي فاضيه خالص، ما انت صغير قوي. تريبتشي بلا تريبتشي بلا تريبتو. ده البتاع مال صباحها كله. ده ينفع جويشة على فكرة اللي حضرتك بتقولي عليه صغير قوي ده؟ صغير ده. خلاص يا ماما دي بقى عيد يا ماما. فانتعش يا غي تشيت غماغ بدغ. طب احنا نزلنا ليه لما ماما كده بقى؟ مالها ماما؟ ايه مش تعبانة؟ ده طبيعي يا حبيبتي. يا حبيبتي طمن يا عريسنا، مجوهرات الفادي عاملة عرض، المصنعيات كلها 90 جنيه على الشغل المصري بدل 150 جنيه. نقي براحتك كل اللي انت عايزه. ماما انا محتاره، الحاجات حلوه قوي. بقول لك ايه، خليه يجيب لك طقم كامل. حبيبي انا عايزه طقم كامل. يا اختي الكمال لله وحده. ماما نوره يا طنط. في ده اللي بتحصل. اطمن يا عريسنا، احنا عاملين عرض برضو على الشغل الايطالي. كل الشغل الايطالي اللي موجود عندنا مصنعيته 190 جنيه على الجرام بدل 275، فنقي براحتك خالص. عجباني قوي، بفكر اخدها. يا بابا حلوه وكل حاجه بس كبيره على سنك، حاسسها مداماتي شويه. لا ما انا بفكر اخدها لماما. لماما؟ ايه رايك يا ماما؟ هو كل حاجه للعروسه للعروسه، مفيش حاجه لماما بتاعت العروسه؟ لا ازاي طبعا. واو تريجلي، واو تريبو، مرسي بوكو مون امور، مرسي بوكو شيري. واو يلي تريبو، ريجارد، واو مرسي. لا دي ماما حالتها صعبة خالص، احنا محتاجين نكشف نطمن على طنط. تعيش وتجيب يا حبيبي، منورة يا طنط. انا حاسس هتفضلي انت كده، هتعضيها مرة في رقبتها يعني. انا عارف. تلاقي شعريس كمان عندنا عرض في الالماس 40% خصم. مش عايز الماس انا، انا ما تنورش عينيها بقى، انا مش عايزين الماس بعد اذنك. بس انا نفسي في حاجه كده سبيسيال. سبيسيال انسيال؟ هتلاقي انسيال، اتفرج على هتلاقي كذا انسيال تختار منه. لسه جاي لي ده عروسه سبيشال اوردر عيار 21. سبيسيال خالص يا ماما. تريز سبيسيال، واو. هو سبايسي خالص فعلا. نار اسود. ايه رايك يا طن؟ الله في ايدك يجنن. ايوه في ايدي. هو فعلا تحفه بس في ايدي انا احلى. منوره يا حبيبتي. بنورك يا طن. ده انتوا اللي منورين والله، ده انتوا اللي منورين. انت بتعملي ايه بالخزيه؟ انت بالخزيه. هتلاقي يا عم واحده سبايسي غير السبايسي اللي امك خدها. هتشوف امك عايزه سبايسي عشان نجيب بالمره. نفسك في حاجة تاني؟ نفسي في سلسلة بدلاية. سلسلة بدلاية؟ بس عايزة حاجة يكون ستايلها يعني. خلاص عروسة انا عرفت الستايل بتاعك. انا هنبتدي الاول بالدلايات وبعد كده هنشوف السلاسل اللي انت عايزها. نهار اسود. واو. ايه ده يابا؟ ايه ده؟ انت فاتح مقبرة؟ ده شغل مقابر، ده شغل مقابر. دي تجارة اثار دي حضرتك. دي تجيب لها سلسلة عادي ولا بيتحط لها سلبة ولا بتتعلق ازاي دي؟ الدلايات عندهم يا ماما رقيقة قوي. أنا لسه أفهم أنا أنت إيه مفهوم الرقة عندك أنت وأمك. ما تبصليش، أنا من الصبح خايف منك ومش عايز أقول لك. عاملة لي نص أحمر ونص أزرق، عاملة لي الخير والشر في وشك. ما تبصليش يا ست عادل أسود. لا يا أما بعد إذنك، بعد إذنك يا أما. لا
لا ما تثبتيش في امها، اقلعي امسكي بيه، احنا مش عايزين دول، شكرا. اقلعي يامه اقلعي. وبصي يا بنت الناس، هما دبلتين اخري، دبلتين عشان انا قضيت من امك وامي، دبلتين تمام ولا قوم امشي.